من الاخر كده قول لنا بسرعه، هو الشوفان سوبر فود زي ما بيقولوا ولا لا؟ ومعلش احنا محتاجين نعرف اجابه الاسئله دي، هو الشوفان بيتخن ولا بيخسس؟ وهل هو مناسب لمرضى السكر ومقاومه الانسولين وبيرفع سكر الدم بسرعه ولا لا؟ وقول لنا بقى ايه هي انواع الشوفان، لان سمعت ان ليه انواع كتير. اليك الاجابه العلميه المؤكده، الشوفان نوع من انواع الحبوب الكامله ويعتبر من النشويات المعقده زي البطاطا والبطاطس، وما يعتبرش سوبر فود او غذاء خارق الا لو اخترت النوع اللي هقولك عليه، لان الشوفان انواع، وال100 جرام من الشوفان اللي هم تقريبا نص كوبايه فيهم 379 سعر حراري، 67.7 جرام نشويات و13 جرام بروتين، ومليان الياف، وفي ماده مهمه جدا اسمها البيتا جلوكان، ودي اللي بتدي الشوفان معظم الفوائد اللي فيه، وكمان فيه حديد وفوليك اسيد وكالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وفوسفور وزنك ونحاس، وب1 وب2 وب3 وب5 وب6. واهم حاجه محتاج تعرفها ان المؤشر الجلايسيمي للشوفان هو من منخفض الى مرتفع حسب نوع الشوفان نفسه، وهقول لك الفرق بين الانواع الثلاثه بعد شويه. والمؤشر الجلايسيمي يعني سرعه ارتفاع سكر الدم بعد تناول اي طعام. المهم خلينا نعرف ايه هي فوائد الشوفان. مليان الياف وبيشبع، والمفروض انه ما فيهوش جلوتين، فيعتبر مناسب لناس كتير منها اللي بيعاني من الامساك، بس هتعرف كمان شويه ليه بقول لك المفروض ان ما فيهوش جلوتين. وكويس لصحه القلب، لان زي ما قلنا فيه الياف وبوتاسيوم ومغنيسيوم، وكمان مفيد انه بيقلل الكوليسترول الضار، ويعتبر مناسب لمرضى السكر لو اخترت النوع اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعه منخفض. طيب مشكله الشوفان في ايه؟ المفروض ان الشوفان ما فيهوش جلوتين، ولكن في بروتين تاني اسمه ابينين، ولكن المشكله ان حبوب الشوفان بتتخلط مع حبوب القمح في المزارع، وجلوتين يعني غير مناسب للسيليك ديزيز او الناس اللي عندها عدم تحمل للجلوتين، فهتتعب وانت بتدور على نوع ما فيهوش جلوتين، وده رقم واحد. ورقم اتنين، ودي اللي انا شايفها مشكله ومشكله كبيره، ان الشوفان انواع. النوع الاول هو الستيل كات، وده افضل نوع، وده مؤشره جلايسيمي 55 يناسب مرضى السكر ومش بيرفع سكر الدم بسرعه، وينفع كمان في الدايت، بس مشكلته انه بياخد وقت كبير جدا في الطهي وسعره غالي مقارنه بالانواع الثانيه. النوع الثاني هو الشوفان المطحون، ومؤشره الجلايسيمي حوالي 66، ونقدر نعتبره وسط بين الانواع الثلاثه. والنوع الثالث هو الشوفان سريع التحضير، وده اللي منتشر في كل حته، ومشكلته ان مؤشره الجلايسيمي مرتفع جدا حوالي 79، يعني قريب من الخبز العادي بتاعنا. مؤشره الجلايسيمي مرتفع، فده أسوأ نوع تجيبه ولا انصح بيه على الاطلاق. يبقى كده الشوفان فهمنا انه نشويات اكتر منه بروتين، حتى البروتين اللي فيه مش كامل لانه بروتين نباتي في الاخر. وبالنسبه لنقطه الفايتك اسيد اللي انت اكيد سمعت عنها، وانها بتمنع امتصاص المعادن المهمه زي الكالسيوم والحديد والزنك، فاحنا اتفقنا قبل كده اننا ننقع قبل الطهي ونغير الميه باستمرار. وعارف اللي مستني هيسال ويقول لي هو الشوفان بيخسس ولا بيتخن يا دكتور؟ هقول لك اي اكل زياده عن اللي جسم محتاجه هيزود الوزن حتى لو كان الاكل ده صحي. الفكره كلها في النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. في نظام ممكن ينزل وزنك ويكون فيه شوفان، ونظام تاني ممكن يزود وزنك ويكون فيه برضه شوفان. فمعتقد ان الشوفان بيخسس مفيش حاجه اسمها كده، هو طعام زي اي طعام. وللناس اللي لسه ما تعرفش، دلوقتي موجود متابعه تغذيه اونلاين سواء تخسيس او نحافه، بصمم لك نظام غذائي ليك انت مخصوص متفصل ليك على حسب حالتك الصحيه ووزنك وطولك وسنك ونسبه الميه والدهون والعضلات وطبيعه حرق الجسم ومستوى النشاط بتاعك واستجابه جسمك لنزول الوزن، والمتابعه بتكون يوميا. لو حابب تبدا معايا تواصل عن طريق صفحة الفيسبوك أو الإنستجرام. السلام عليكم.